أزيد من 700 نقطة بيع تابعة للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية نفطال موزعة على 58 ولاية كمرحلة أولى. أصبح بإمكان أي مواطن بداية من اليوم استخدام بطاقته البنكية وبطاقة الذهبية لتزويد سيارتهم بالوقود. المجال مفتوح لكل مستعمل البطاقات وحامل البطاقات سيبي على أن تستعمل على مستوى أوسع، وذلك لما تقدمه هذه البطاقة من فوائد في سهولة الاستعمال والتحكم في السيولة، وكذلك تعطي أكثر للشفافية والأمان في المعاملات بين الزبون والمحطة. المستهلكون العاديون الذين يمثلون النسبة الأكبر من زبائن محطات الوقود والخدمات استحسنوا عملية تعميم العمل بأجهزة الدفع الإلكترونية. سلكك في حوايج بزاف، أمور تعطريك ما تعرفش تراها معاك، كي تعمر تجيك سهلة، حاجة مليحة بزاف. من قبل كانوا كاينين ديكا هكذا يسرا، وتلقى واحد يجي عنده دراهم في الكارطة تاعو، مي اسباس ما عندوش. كانوا يحصلوا وشنو دوكا كي جابونا لاباري هذه دوكا بيان، باسكو كانوا الناس بزاف يسقسوا عليها من قبل. دوكا سما يعمر بالكارطة تاعو، يعمر ويديروا البيمون. ليبقى الرهان بلوغ المرحلة الثانية من العملية والتي ستشمل 250 محطة وقود تابعة للخواص وأزيد من 1500 نقطة بيع معتمدة من قبل نفطال.